السلام عليكم وأهلا بكم بحلقة اليوم. باللهجة العراقية عندنا مثل دارج دائما نقوله، هو حار ومقسب ورخيص، وهذا بالضبط الوصف اللي يستحقه هذا الجهاز، لأن راح تحصل شاشة ممتازة وأداء خرافي خصوصا بالألعاب وبطارية وشحن سريع، هذا كله في باكج مرتب وبسعر ممتاز. مرحبا، أنا حسن من قناة تيك تايم وأهلا بكم فيديو اليوم والتجربة الأولى وفتح صندوق الوحش الرخيص من ريلمي، الريلمي 6. أهلا بكم. اللون الأصفر العميق هو سيد الألوان لريلمي، هذا الشيء واضح بالريلمي 6 من العلبة الخارجية إلى غلاف الكفر الشفاف الموجود بالباكيت، حتى الأوراق الموجودة بالعلبة والرينج حول الكاميرا الأساسية كلها تجي بنفس اللون وهو اللون الأصفر، والأغرب حتى لون البن داخل الكيبل مال الشحن تايب سي تلقاه باللون الأصفر. بالباكيت عندك كفر شفاف بلاستيك موجود داخل الصندوق يحمي جهازك الجديد من الخدوش، راح تلقى طبقة حماية موجودة مثبتة على الشاشة، أيضا تلقى بطارية بقوة 30 واط، هاي الشاحنة وحدها تستاهل باكيت منفصل. لكن نرجع لهاي الحركات فد شوية، وهسه نخلي الباكيت على صفحة أو على جنب مثل ما يقولون إخواننا المصريين ونجيبه للوحش وتشوفوه، ونبلش بتجربة سريعة وننطيكم أهم مواصفاته ومميزاته وليش اعتبرناه الجهاز الحار والمقسب والرخيص مال هاي السنة. التجربة الكاملة إن شاء الله ونقاط ضعفه وقوته راح تشوفوها في فيديو قادم منفصل وتفصيلي نعرض به الجهاز لاختبارات شديدة ونعطيكم التقييم الحقيقي للهاتف. نرجع هسه ونشوف الجهاز. الجهاز متوفر بلونين هما الأبيض والأزرق، النسخة اللي عندنا هي باللون الأبيض اللؤلؤي. الظهر وإطار التليفون مصنوعة من البلاستيك، والواجهة الأمامية والشاشة محمية بطبقة حماية من كورنينج من الجيل الثالث. طبعا وبحركة خرافية الجهاز مقاوم للرش بالمي أو سبلاش ريزيستنت، فمو تغسله وتقول مقاوم، قلت لكم يتحمل رشة يتحمل مطر خفيف، خلي هاي نقطة في بالك. هيجي حركة بهيجي تليفون بهذا السعر عجبتني كلش من ريلمي. أيضا عندك مدخل سيم كارتات موجود، مدخل أزرار الصوت، البصمة جانبية مدمجة بزر التشغيل، راح نجربها وننطيكم رأينا، لكن من تجربتنا الأولية شفناها سريعة جدا بالاستجابة وبالحقيقة سرعتها فائقة جدا. مدخل السيم كارتات هو هذا وهذه أزرار الصوت. أيضا مدخل بطاقة الذاكرة الخارجية موجود، وإذا أنت تحب تخزن ملفات كبيرة بتليفونك أخذ راحتك وخلي الرام اللي عجبك بجهازك. ننتقل هسا إلى الشاشة وراح تشوفها شيء جميل بصراحة. شاشة عملاقة مقاس 6.5 إنش، صح LCD لكن بدقة الفول HD بلس 1080x2400 بكسل، كثافة البكسلات ممتازة عند 405 بكسل لكل إنش. لكن مو هذا المهم بهاي الشاشة، الأهم بحسب ريلمي وبرأيي والحركة الأقوى اللي ما تلقاها غير بس بهذا الجهاز بهذا السعر هو تردد الشاشة 90 هرتز، شي خرافي تحصل ميزة موجودة فقط بأجهزة سعرها فوق ال $500. طبقة الحماية قلت لكم عليها من كورنينج من الجيل الثالث، والشركة واضعة طبقة حماية فوق الشاشة أساسا. القطع لكاميرا السيلفي صغير بأعلى يسار الشاشة، تحس الشاشة كاملة قدامك ما متأثرة بوجود النوتش الصغير اللي بشكل حرف O بأعلى اليسار. زين شنو شغل هذا الوحش؟ ومن أقولكم وحش فهو وحش ألعاب مضبوط، لأن المعالج اللي شغله هو الهيليو G90، هذا معالج من ميديا تك بمعمارية 12 نانومتر، يتميز بقوة معالجة رسومياته لأن بطاقة رسومياته هي المالي G76، يعني بالألعاب والجرافيكس راح تحصل أفضل أداء، نفس الأداء اللي تلقاه بالP40 والP40 برو. الذاكرات والرامات بالريلمي 6 عندك عدة اختيارات، إما 464 أو 628 أو 828. برأيي ركز على نسخة 628 أو 828، راح يكون عندك جهاز خرافي ويخلي جهازك مرتاح وسلس جدا بالأداء. هنا راح تشوفون واجهة التشغيل الأحدث ولأول مرة تدخل بأي جهاز من ريلمي، وهي ريلمي يو آي مبنية على الأندرويد 10، خدمات جوجل موجودة وشغالة كاملة، أخاف أحد منكم يسأل عنها. النظام سلس جدا وسموث، الدارك مود موجود، تقدر تتحكم أيضا بتردد الشاشة اللي راح تلقاه أوتو أول ما تشغل التليفون، برأيي حول رأسا للتسعين هرز وعيش حياتك. سابقا كانت ريلمي تستعمل الكالر OS 7 من أوبو، لكن قررت ريلمي ترك الماضي بظهرها والانطلاق بنظامها الخاص. ما أقدر أقولكم هل هاي الخطوة صح أم خطأ، بس رأينا بالكامل راح يجيكم بالمراجعة الكاملة إن شاء الله.
وإذا رحنا هسه للبطارية فراح تلقى عندك بطارية بسعة 4300 ملي أمبير، شحن سلكي سريع بقدرة 30 واط. خلي لي خطين جوا 30 واط، يعني الشاحنة بالباكيت اللي قلت لكم تستاهل باكيت واحدة تجيك بقدرة 30 واط. هاي الشاحنة تنطيك فل شحن خلال 55 دقيقة تقريبا، وهذا الشيء ما تلقى بهيج جهاز بهيج سرعة. شفنا ال 15، شفنا ال 18 واط، شفنا ال 25 واط بهيج فئة سعرية، لكن 30 واط شحن والشاحنة بالباكيت ما لقينا. آخر شيء راح تلقى أربع كاميرات بظهر التليفون، راح نجربهن وننطيكم رأينا في فيديو المراجعة التفصيلية، لكن اللي عاجبني هي الكاميرتين الرئيسية. الأساسية الوايد بقوة 64 ميجا بيكسل وتشوفها مميزة بالرنج الأصفر الموجود بيها، هذه أريد أتمحص بيها وأفحصها فحص دقيق، لكن من تجاربي الأولية الصور وياها شيء جميل. ما نحكم بسرعة وانتظروا المراجعة الكاملة مثل ما قلت لكم. أرجع بسرعة للكاميرات الموجودة، وطبعا عندك أربع كاميرات بظهر التليفون، الأساسية 64 ميجا بيكسل وايد والترا وايد 8 ميجا بيكسل، وعندك عدستين 2 بقوة 2 ميجا بيكسل، واحدة متحسس عمق والثانية ماكرو للتصوير القريب جدا والكلوز أب شوتس. أصدقائي هذه كانت وبسرعة تجربة فتح صندوق جهاز الريلمي 6، واللي بصراحة فاجأني وصدمني من عدة نواحي، لأن ماكو هيك جهاز بشاشة ب 90 هرتز وبطارية بشحن 30 واط وبساعة عملاقة ومعالج حديدي بالألعاب والجرافيكس وبهيك فئة سعرية، وبالتالي هذا الجهاز راح يكون خيار سهل وآمن للي يدور جهاز رخيص وكفو بالألعاب. وأيضا هذا الجهاز نزل لأسواقنا وبضمان من الوكالة الأم لشركة ريلمي في العراق، وهي شركة زت ام سي، وبسعر خرافي عند ال 245 دولار أمريكي فقط، يعني 300,000 دينار عراقي تقريبا حسب أسعار الصرف هاي الأيام، وهذا السعر يعتبر تنافسي جدا إذا ما نقول عليه ممتاز. ما راح تلقى أي جهاز ثاني بهذا السعر بهيك مواصفات. هذا كان كل ما عدنا لهذا اليوم، ونشوفكم بالفيديو القادم ومراجعة تفصيلية لكل كبيرة وصغيرة وشاردة واردة بهذا الوحش. في أمان الله.